وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم وبدي اقول لكم اكيد بدكم تحضروا الكمامات هلا ان شاء الله ما يعملوا كمان صفقه بالكمامات ويزيدوا لها سعرها لانه على الاكيد بدنا كمامات. وشوفوا منبلش بفيديو على طريق رومي. هيدا اليوم على طريق رومي بلشت بحرق النفايات على الطريق العام، وعلى قوة الحريق وقوة الحر امتدت النار على السيارات اللي قاطعة وحرقت سيارة من السيارتين. وهيدا نموذج برومي، ولكن امبارح صار على طريق زوق مكايل وكان أدى بحريق إحدى الصيدليات أول امبارح. وكمان إذا بدي كمل من بعد هذا الفيديو شوف الصور، بقول إنه المواطن مش مسؤوليته البلدية، هلأ بدهم يعطوها مسؤولية وقت اللي ما كان عندها مسؤولية. مجلس الوزراء مجتمع، بتمنى اليوم قبل أي شيء يكون في حالة طوارئ إن نرفع النفايات وتروح إلى الأماكن لازم تروح عليها. عندنا معامل قائمة بيسوى حاليا إنه تروح على هذه المعامل، وأكيد بسياق الحلقة رح نحكي عن الحلول. بعدنا عم نشوف صور اليوم، وهون بما إنه عم بحكي عن رومي البلدية عملت هيك بيان طلبت منه من الأهالي التعاون ويخففوا كميات النفايات المنزلية وحصرها بالنفايات العضوية يعني المأكولات فقط، ويدعوها بأكياس بلاستيك سميكة محكمة الإغلاق صباحا فقط حتى ما تتخزق ليلا أمام مدخل كل مبنى، والبلدية بتتعهد أنه بتجمعها يوميا لحين إيجاد حل لجمع النفايات. أما بموضوع الكرتون والبلاستيك والتنك بس نهار الأربعاء. هيدي الصور اللي عم شوفها هلأ هي على طريق أنطلياس دبي الداخلية من حوالي الساعة. هون عم شوف جديدة، هون مرم خايل، وإذا بدنا نكمل نمضي 24 نخبر كيف هالزبالة محاصرة الناس. وطبعا ليكو هون كمان يعني رح توصل للأوتوستراد. اللي بدي أقوله إنه حرق النفايات أخطر بكتير من رش المبيدات وأخطر بكتير على الصحة، لأنه هذه النفايات هي صحيح نفايات عضوية ولكن كمان فيها بلاستيك وفيها غيره بتعمل مواد مسرطنة. معي على الخط مباشرة طبيب أنف وحنجرة وأذن نعمي خلف، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. يعني هذه الحرائق اللي عم نشوفها من النفايات عم تتصاعد بين البيوت وعلى الطرقات، قد ايه بتأثر على الصحة وشو مفروض يعملوا الناس؟ هلا هيدا ما اشياء معروفة انه كل هالاشياء هيدي اللي عم يعيلوا هالبيلي هيدي اللي عم تكب اكيد عم بيطلع منها دخان كثيف وغازات كثير ضارة على الجسم. واهم شيء هيدي الغازات اللي بتطلع منها في مركب منها الديوكسين، والديوكسين مجموعه من الغازات المركبه اللي بتضر الجسم. اهم شيء بتفوت هي الكلور. الكلور اول شيء بده يفوت على الغسيل التنفس الرواية على التنفس نعم. اول شيء بيعمل ضيق بالتنفس، التهاب بالمجاري الهوائيه، فعال شديد، انسداد بالقصب الهوائيه، وفي اوقات موت بغضون 10 دقائق بيروح بالاكواخ. شو المطلوب؟ نحن دكتور بدنا نقول ما تحرقوا، ولكن هلا صار في حرايق، بطلب من وزاره الداخليه او من البلديات والامن يوقفون يعني الدفاع المدني عم بحذر ولكن مش كافي. شو المطلوب يلي عندهم امراض يعني تنفسيه؟ هيدي الحرايق عم بتضر اكثر ما تكون الزبالة موجودة. صحيح، يعني الزبالة موجودة يمكن ما بتضر قد ما نحرقها، لان يعني كلها هيدي كلها الغازات عم بتفوت على الاجسام، خصوصا اذا المشكلة الكبيرة اذا في عندك غازات من مخلفات الزبالة، يعني من مخلفات المستشفيات والمراكز الصحية. هون المشكلة الكبيرة اكيد في اشياء من مخلفات المراكز الطبيه ما بتحترق على طول، ما بتحترق دغري. نعم. حتى بيكون في اوقات اعضاء بشريه ما بتتفاعل مع الحرق. نعم، يعني انا حبيت احكي مع حضرتك اختصاصي حتى نبه انه ما نلجا للحرق بنقول هيك انه نحن حلينا مشكله، لا هيدي مشكله اخطر. لا بالعكس، بالعكس اللي عم نقع بمشكله اكبر بكثير. صحيح، يعني حتى الرماد اللي بيبقى عم بفوت على
عم يتطاير مع الهواء وال... نعم وعلى المياه الجوفية وعم بيأثر علينا على المياه الجوفية، بيأثر على الجهاز العصبي، بيأثر على الإنجاب، بيأثر على تشوهات خلقية. يعني كتير حتى إذا كان أوقات بيكون في بقلب زبالي مواد خطرة ومشعة، هذه كمان بدها تأثر على خصوصا على الأمراض السرطانية وعند النساء أكثر شيء. أنا بدي أشكرك دكتور نعمي خلف، وحبيت أحكي مع حضرتك لأنه هيدا مش حل الحرق، لأنه مثل ما سبق وذكرت كاختصاصي كطبيب أنه هذا يؤثر على خطر على صحة الإنسان. شكرا لك، وبدي انتقل إلى حل من الحلول المطروحة حاليا على مجلس الوزراء من قبل معالي وزير البيئة محمد المشنوق، هو معمل صيدا لمعالجة النفايات الصلبة. ومعي مباشرة على الخط مدير عام شركة IBC مالكة ومشغلة معمل معالجة النفايات المنزلية. يعطيك العافية أستاذ نبيل زنتوت. الله يعافيكي. يعني نحن واكبنا إنشاء المعمل مع رئيس البلدية ونحن نوجه له تحية، بعرف أنه خارج لبنان أستاذ محمد سعودي، وقديش حل من مشكلة ولو بعد قضية العوادم، يمكن هذا الشرط بعد ما خلص. قديه هذا المعمل اليوم بيستوعب، وبالتالي في حال انطرح وأقر في مجلس الوزراء قادرين تستقبله أستاذ زنتوت؟ أكيد. نحن طاقة المعمل الاستيعابية هي 500 طن يوميا، فيها توصل 550. حاليا عم نستقبل حوالي 230 طن، يعني مثل ما سمعتوا بالأخبار أنه موضوع 200 ل 300 طن لنستقبلهم ونفرزهم ونعالجهم بصيدة، معمل صيدة ما عنده مشكلة أبدا. نعم، ولكن في شرط كان وضعه رئيس البلدية هو موضوع العوادم. أكيد. ليه؟ لأنه بعدكم مش مجهزين، هذه مرحلة تانية ولا شو؟ مش موضوع منا مجهزين. العوادم هي عادة عم بتكون مواد RDF، يعني وقود بديل، نحن عم نحضرها. نعم. وعوادمنا اللي بتطلع من منطقة صيدا واتحاد بلدية صيدا آخر السنة نحن بتكون زيرو لاندفيل، يعني بنتخلص منها نهائيا بطريقة بيئية بدون حرق بدون شيء. هلا العوادم اللي بدها تجي من ال 200 300 طن من خارج المدينة، هذا كان شرط رئيس البلدية بالوقت الحاضر، بما انه نحن بعدنا ما بنقدر يعني نتخلص منها دغري بسرعه مثل ما بدنا نعمل بعوادمنا الحاليين، حاطط الشرط انه العوادم يلي هي خاليه من المواد العضويه مثل قماش، بقايا نايلون مفروم، فلين وما غيره، خشب، هيدي العوادم موضبه هي على شكل وقود بديل، هيدي بدها ترجع تردم بمحل يلي هي ما بتتخطى ال 15% من اجمالي الكميه، يعني اذا اجينا 200 طن عم بيكونوا حوالي بعد ما يعني نفرمهم ونوضبهم ندورهم بيكونوا تقريبا حوالي عم تحكي حوالي 25 طن يوميا اللي بدها تروح بدون مواد عضويه وما لهم ريحه، بيتوردوا لينكبوا بحيالله مطمر وما لهم تاثير بيه ابدا. نعم، استاذ زنتود انحكى معك رسميا بالموضوع لانه احنا ورد معلومات من مجلس اللي بعده من عقد انه ممكن يكون حل من هذه الحلول، وبعرف انه لما وجد المعمل في كتار من البلديات، يمكن شي 16 بلديه محيطه بالمعمل او بصيدا هي ملتزمه معكم، عم بتعالج نفاياتها عندكم، وفي بلديات يمكن استغلت. اليوم اذا هالموضوع مطروح جديا نحكى معكم فيه رسميا بشروط بعد اللي عم بيصير هلا بمجلس الوزراء والحكي اللي عم بيطلع انه النيوز اللي عم تطلع بعد رسميا ما تبلغنا انه صار في موافقه من مجلس الوزراء، يعني نعم. رئيس البلديه بعد ما حكاني. نعم. هذا بالنسبه لليوم. هلا كان في حديث قبل من اسبوع ماضي انه الفكره كمبدا ومشروطه، هذا اكيد انحكى فيه. انا بدي اشكرك استاذ نبيل زنتوت، وبدي اقول لكل رؤساء البلديات والمعنيين انه اليوم عندنا معمل بصيدا قادر اليوم يعالج النفايات الصلبة باستثناء العوادم، وإن شاء الله اليوم يطلع حالة طوارئ من مجلس الوزراء. شكرا لك، وبتابع أكيد اليوم هذا موضوع الساعة لأنه مجلس الوزراء مفروض يوم يطلع بقرارات سريعة آنية، وإلا البلد كلها بيولع لأنه الناس عم تستقرب إنها تولع، ولما بتولع لو حطينا مي وطفينا مع هيدي الحرارة الموجودة كمان بالخارج كمان بتمد النار أكتر، شو بده يلحق ليلحق الدفاع المدني؟ عدا مثل ما قلت بالبداية وحسب ما قال الدكتور أنه الأفضل ألا تحرق لأنه بتسبب كتير أذى على صحة الإنسان. اتصالاتكم على 044-444-444. ما بعرف إذا فيكم اتصال هلأ. ألو. ورح يكون عندنا كمان اليوم اتصال مع رئيس بلدية جديدة سد البوشرية
استاذ انطوان جبارة، تنشوف كمان كيف بادرت البلدية حاليا ومؤقتا حتى ترفع النفايات عن المنطقة. باخذ اتصال لحين ما يتأمل الاستاذ جبارة. الو الو مرحبا. الو تفضل. مرحبا، يعطيك العافية. يا اهلا فيك، معكي مصطفى اسبر، انا من عكار. ايه اهلا فيك استاذ مصطفى. ايه معلش، نحن شفنا يعني رئيس بلدية بيروت بيحكي انه بده يحط السبالة بعكار باسرار. نعم باسرار. سرار. نعم. سرار سرار بعكار ولا باي منطقة بعكار؟ نعم نعم. احنا بنرفض هذا القرار نهائيا اصلا، لانه الحل بيكون عندهم هني مش عندنا نحن. نعم بعتقد هيك افضل. يعني اتمنى ان توصل هيدي لرئيس البلديه. استاذ مصطفى يعني بعتقد نعم. وصلت، لانه من امبارح من وقت ما اعلن الاستاذ بلال حمد هذه الخطه وكل فعاليات عكار وبلدياتها ونوابها اخذين موقف واحد، وأنا من الأشخاص اللي كتير تواصلت صباحاً مع كتار منهم وسمعنا أكيد تبعنا الأخبار إنه مش ممكن هذه المنطقة الغنية بالمي وبالخضار إنها تكون للنفايات بقدر ما لازم تكون لمشاريع تنموية. لمشاريع تنموية وأنتوا بحاجة لها. نعم، كثير أمور تانية غير النفايات، بكفي مش معنا نفايات أصلاً يعني. نعم. ما حدا ما عنده نفايات يعني. صحيح، يعني بالنتيجة احنا نحتاج إلى معمل نفايات في عكار ليعالج مشكلة النفايات عنا بعكار. بعكار نعم. مش يجيبوا لنا نفايات تانية يعني بلا مؤاخذة. نعم. أهلا وسهلا. نتمنى أن يوصل الصوت ونحن معكم، وبتقدر الحل بيكون ببيروت، يعني عندهم مش عنا. أهلا يعني وسهلا فيك أستاذ مصطفى، بفتكر وصل الصوت من الصبح وأكيد بالاتصالات يلي عم بتصير يعني حاليا، وفي حتى مثل ما عرفت أنه في حال بدها تعتمد سرار بده يكون في مقابلة طبعا مشاريع تنموية تبلش دغري، يعني مش بتكون أنه حطينا زبالة وتركنا المنطقة، لا يعني حتى عم ينحكى بمقابل، مش بالضروري يكون مادي بقدر ما هو كمان مشاريع تنموية سريعة. على كل حال بال24 ساعة المقبلة لازم يبين أشياء كتير. شكرا لك، فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في، ومعي مباشره على الخط رئيس بلديه جديدي سد البوشري الاستاذ انطوان جبارة. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يعني جديدي سد البوشري من اكبر المدن الساحليه في المتن الشمالي وفيها مدينه صناعيه كمان استاذ انطوان، كيف عالجتوا مؤقتا؟ اربع مدن صناعيه. اربع مدن صناعيه كمان يعني حاليا، يعني مع توقف سكلين وتوقف مطمر الناعمه، شو الاجراءات اللي اتخذتوها وشو بتقول للمواطنين؟ لكن احنا قلنا من حلا عقده، يعني اول شيء هيدي شغله منا لعبه، يعني مش انه هي بالماضي اللي من كانت عندنا بعدها نحن عملها، كان فيها 150 عامل وكان فيها 12 كميون الليب حتى يشيلوا كونتينرات. نعم. منا شغله صغيره يعني. بقى انما نحن ما بدنا نقعد مكتوفين الايدين وما بدنا نخلي جماعتنا هون يعيشوا بالزباله ونغرقهم بالزباله. لسبب اعتمدت الطريقه اللي كنا نعتمدها وقت اللي كان يصير في اضرابات، كانوا بالزمان يصير اضرابات ببيروت، يعني قبل ما سكلين تاخذ القصه يصير في اضرابات ببيروت وكذا، كانوا يصيروا عندنا اضرابات، نعتمد الطريقه هاي. حيتني في صغيري الكونتينرات، جبت تراكتورات ومع كاميونات عم نشيلها زباله كلها سوا من اول اخرها نجيبها على المدينه الصناعيه عندنا. بالمدينه الصناعيه نوعا ما فيش قول انه ما فيش سكن، بعيد شوي، مش انت حتى شو اسمه جبنا ماده بتخفف الريح، مش بتشيلها كليا بس بتخففها. نعم. عملنا جوره كبيره مش تحت نخليها، لا طمرنا هالنفايات قسم كبير من الهيئه طمرنا بهالجوره، بعد بتسع شوي وفي عم نعمل زيارة تانية، يعني منضيم بعد جمعة تانية، بس مش انه خلصنا حلينا المشكلة نهائيا. بانتظار انه يصير حل، لانه اذا بدش يصير حل شغلة منا لعبة، يعني خصوصا انه نظام البلديات وقانونا يعني ما بيقدر ما بيسمح للبلدية وحتى امكانياتها المالية والبشرية بدها موافقات، ما هيك يعني بدها قانون، لانه انا بعرف بالفاتورة دائما، يعني مش بالفاتورة يعني البلدية اليوم الجمع يعني الكنس موجود، ما هيك؟ مضبوط، تركان تحت لا موجود. ايه بس اللي انا ما انا لعب القصه اكيد. هلا نحن فينا نضايم بعد،
في نظام بعد عم نعمل له حفرة ثانية. هول الحفر مش تحت يضلوا، هودي بس ترتاح العملية برجع بشيله من تحت الأرض بخليهم، لأنه نعم. هو إجراء مؤقت لحتى نشيل الزبالة من بين بيوت الناس ومن تحت من أخير العالم. أكيد ألمنا هين القصة، وحتى ما ينحرقوا كمان. يعني احنا ما حرقنا، ناس عم تحرق مرات يعني عندكم؟ لا ما شفنا حرق، بس شفنا حواليكم انه في ناس عم تستأسر قد ايه بدها تتولعها. يعني هي شغله مهمه انه اخذتوا اجراء سريع استاذ انطوان. طيب شو بتطلب من يعني عم بكون هلا انا فيلم من عشيه ما عندي شيء، بس عم بيجي ثاني يوم عم لاقيها ملياني، لانه يبدو انه حسوا انه انا عم شيل زباله عم يجوا بكبوا عندي. يعني الناس المجاوره يعني لقيت انه انت بلشت يلا بنرمي بمنطقه بلش فيها الحل المؤقت. حل مؤقت يعني هذا حل مؤقت بنتظر انه يصير حل. نعم وللمواطنين شو مطلوب منهم؟ نعم ويقولوا لنا ما صارش حل، ويقولوا لنا ما فيش حل، خلص روحوا انتم دبروا حالكم هيك على الطريقه البدائيه. نحن بهالحاله هي بدنا كمان في حل، يعني انه نقول انه ما فيش حل هيك ونقعد نتفرج هيدي شغله ما بتسوى. اكيد طبعا يعني نحن تحركنا بالممكن. نعم هلا عندنا بعد مجال لحد جمعة لحد 10 ايام بالطريقة اللي هلا عم نشتغل فيها ان نكمل. هلا اذا قالوا لنا انه خلص تفضلوا اذا بتريدوا حضرتكم انزلوا، هيك مثل واحد بودوه على المعركة على الحرب بدون سلاح. نعم بيشلحوا سلاح وبقولوا تفضل انزل. لا بس على كل ورغم ذلك بنقول انه عندنا حل، مش نعم. رح مش رح نبقى بلا حل. كثير منيح، شكرا لك استاذ انطوان جباره. واكيد بدي انتقل لمواضيع متابعات موضوع المي خصوصا بمناطق كسروان يلي تواصلت كثير معهم امبارح، وامبارح ما صار مجال اطلع على الهواء لان كان في نقل مباشر. اللي بدي اقوله انه كل الاتصالات اللي كانت وارده بموضوع المي كلها عندهم علم فيها بمصلحه مياه كسروان. البعض منها بيتعلق بأساطر مد أساطر جديدة، البعض منها قضية قوة الضغط، ولكن بعين بحي الخروبي بزوق مكايل من ثلاث جماع بلشوا على أساس تمديد أساطر جديدة. اللي صار أنه مدوا أسطرين والأسطر الثالث تركوه، يعني والكميات المي عم نحن عم نشوفها لأنه وصلت لنا اليوم الصورة، كميات المي عم تتجمع هون لانه الاسطر بعده قديم. وهيدا ما بعرف ليه استثنوا هذا الاسطر من الاسطرين التانيين. والشغله الاهم انه مؤسسه مياه بيروت جبل لبنان ما شافت انه الناس بتتجمع ما عندها مي، شافت انه في بعض الناس بهود البنايات هونيك مش دافعين المي السنه، فشلت لهم العيارات. يعني ثلاث جماع ما عندهم مي كان قصاص كمان لانه انتم ما دفعتوا السنه، يعني بعد ما خلصت المهله لانه يمكن تتمدد. بقى هلأ لا مي ولا عيارات ولا عارفين أي متى بترجع المي أو رح ينعمل أسطر جديد مكان يلي عم نشوفه هلأ. وهيك عنا بتتعامل الدولة مع الناس، الناس لازم تقعد 24 ساعة بدون مي وتدفع، ولكن أنه توصل لمي وتعتذر من المؤسسة لا. بكل الحالات أنا فحبيت فرج الصورة بلكي هيك بيشوفوها أكتر وبياخدوا إجراء سريع. اتصال جديد. ألو. نعم أهلا مسيو، يعطيك العافية، بدنا نشارك بالبرنامج. تفضل تفضل. نعم معك الحاج محمد عزيز من الإبعاء. أهلا حاج، سمين الفوق الإبعاء. أهلا فيك. حبيبتي أنا في مشكلة المقالة يعني. نعم وسبق نعمل تقرير على تلفزيون الام تي في. نعم ففي عنا أضرار بالبلدة عم تمرق بقلب البلدة من جملته نحن عاملين تقارير مهندزين، جبنا مهندزين دولي وشافة في عنا. نعم. بيوت عم تصفي في عندي حيط علو 8 متر رح يقلب على بيتي. فقدمنا شكوى بالبلديه، البلديه ما اخذت بعين الاعتبار شيء. مضوا 8 اعضاء على هالمشروع توقيفه، فما اخذت فيه رئيس البلديه صار بشخصه. قدمنا شكوى بالمحافظه ب 17 الشهر 17 تموز. نعم بمحافظه البقاع. نعم نعم أكيد. فما أخذ بعين الاعتبار لا المحافظ ولا البلدية، البلدية في عنا 8 أعضاء مضيين معنا. لا لا أقول لك 17 تموز يعني مش من زمان وكان في وقفة عيد، يعني مفروض هالأسبوع كان يصدر شيء. بس بدي أطلب من حضرتك تذكرني شو اسم البلدة. تمنين الفوقة لبقاع. تبنين الفوقة. تمنين الفوقة لبقاع. تمنين الفوقة لبقاع. أوكي نعم. طيب خلينا نشوف نحن لأني عنا عنا تاريخ الشكوى بالمحافظة، رح نتابعها لنشوف شو مصيرها، وأكيد رح أحكي مع رئيس البلدية لنشوف شو القصة. أهلا فيك حاج.
كمان اتصال. الو الو تفضلي. الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا، انا مواطنه من بيروت. ايه اهلا وسهلا. عندي بس تعليق على موضوع الزباله، ما عندي شكوى. تفضلي. ما هيدي اكبر شكوى هي. التربية المتخصصه. نعم. ايه التربية المتخصصه يعني بشغل مع الصم. نعم. انا للصراحه بتاسف، صرت بستحب جنسيتي بهويتي اللبنانيه، لما بيطلبوا من اولاد يعلمون تربيه يروحوا يبصموا بصمه التربيه بالبروفيه، شو الديمقراطيه وشو حقوق المواطن وشو حقوق الدوله تجاه المواطن، لما بشوف هيك منظر انا بستحي. نعم. بس حبيت وصل صوتي من بهالطريقه لانه انا من جيل الحرب بعتبر، وبشتغل بقطاع التربيه المتخصصه بمؤسسه صم. نعم. صراحة حس حالي مزلولة، راسي واطي. ولقلك شغلة، يعني أنا عندي دكتوراه علم نفس. نعم. وما أخذ كتير كبير على الجيل السياسي عيب. نحن لما بندعي أنه عنا 6000 سنة حضارة، بعتذر قلن أنه ما عنا ولا ربع سنة حضارة، لا بتعاطيهم مع بعضهم لأنه هيدا مش ديمقراطية، ولا بالمثل الأعلى اللي عم بيعطوه للجيل الطالع. بس مش أكتر من هيك يعني. لما أنا بدي أعلم ولد وقل له أنت حضرتك ممنوع عندك، لما بيجوا بيلموا كهرباء بياخدوا 500,000 فاتورة كهرباء، المواطن عم بيعمل واجباته، حضرتهم عندهم واجبات تجاه المواطن كمان. أنا مش مجبورة هلأ اشتري كيس أزرق وكيس أسود وكيس ما بعرف شو، لا قادر أنا أقوم بحالي، هن من واجباتهم، أنا ضرايبي عم بدفعها، وأنا عم بعلم الأجيال الطالعة على الديمقراطية وعلى حقوق الدولة تجاه المواطن وفيس بيرسا. بس لما بيروح بيبصم التلميذ التربية وبيحطوا له 20 على 20، لما بيكون في بصم من دون تطبيق على الأرض، عيب. أكيد. أنا بدي أقول لهم شغلة واحدة، أنا بستحب هويتي اللبنانية وندمانة لأنه ما أخذت هوية تانية، جنسية تانية. بس مدام أنا ممنون لطفيك وممنون الان تي في، لانه الاذاعه الوحيده اللي موضوعيه مين ما كان يكون، من راس الهرم لكعب الهرم، لو ما عجبوا اللي عم بقوله، انا بالنسبه لي الام تي في اذاعه موضوعيه. اهلا وسهلا فيك مدام. انا اللي بدي اقول لك اياه، يعني نحن كمان مواطنين لبنانيين مننهين لما بيكون عندنا رئيس جمهوريه، مننهين لما بتخلص الحرب سنين وقديش بينعمل من المصاري من المساعدات، وبعد ما عنا كهرباء وهلأ بتروح وبتجي، وبارح أعلنوا أنه في صيانة، قال كتير منيح، وبيذكروني بفاطمة جول 1 وفاطمة جول 2 وإلى هنالك، والمطلوب 1 حتى نجي نغرق بزبالة. وين ريحة أراضينا؟ يعني من ساعة ما فت على استوديو الشباب هون بيقولوا لي مدام ما تنسي ذكريني بريحة أراضينا، ريحة الليمون، ريحة التراب، دم الشهداء، حتى يكون اليوم عنا مسؤولين ما ياخدوا حالة طوارئ وصل الأمور اللي وصلونا إياها. مؤسف جدا، يعني شو بدنا نقول، مؤسف جدا. كمان اتصال. يعني أنا ممنونتك مدام ريبيكا. تفضلي. مرسي. شكرا لك. اتصال آخر. ألو. ألو بونشور. بونشور مدام. بدي أعزبك بجسر الباشا، أنا جمعتين بلا ماي. وين بجسر الباشا مدام؟ بشارع مارييتا اللي تحت شارع كيروس حبيبي. نعم. وتاني شيء، ناس بتدفع مي، ناس ما بتدفع مي، إلى 20 سنة العيلة ما بتدفع مي، بيجيبوها المي ونحن ما عنا مي حبيبة قلبي. أوكي، رح شوف شو الموضوع إذا في عطل ولا لا. هلأ نيل ما بيدفع مي، المولي صعب يقولونا تنظيف البيت، صعب يقولونا ما بعرف حبيبي. خلينا نشوف، خلينا نشوف. لألي كلك ذوق حبيبي، هيك بلا مي ما بيصير، ونحن عم ندفع المي حبيبي. يعني مي لا مي وزبالة محاصرتنا وكهرباء ما في، يعني ما بعرف اللبناني وين بده يخبي حاله. أهلا وسهلا فيكي. بنتقل لصورة اليوم. مهضوم الفنان الأستاذ زياد الرحباني على طريقته. أنت عم تحكي عن زبالة الوسخة؟ لا، في زبالة نظيفة ومحترمة، في زبالة بتحط كولونيا إذا ما معكم خبر، في زبالة عندها مكاتب، وفي زبالة بتصوت على مشاريع، وفي زبالة عندها زلم، والمطلوب واحد، يكون عنا رجال تاخد نواقف أو تستقيل. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.